في 8 فبراير من عام 1958 شن الطيران الفرنسي غارات عسكرية على ساقية سيدي يوسف بالحدود الجزائرية التونسية بحجة ملاحقة وحدات جيش التحرير. قصف بأطنان من القنابل استهدف سوقاً أسبوعية. يومها كانت توزع مساعدات على اللاجئين من الهلال الأحمر الجزائري والصليب الأحمر الدولي. الهجوم خلف عشرات الضحايا الأبرياء وأزيد من 100 جريح. أرض ساقية سيدي يوسف ارتوت بدماء الجزائريين والأشقاء التونسيين. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تستحضر مأساة ساقية سيدي يوسف في ذكراها 63، وذلك عبر ندوة تاريخية يوم الأحد 7 فبراير 2021 بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954 بالأبيار الجزائر العاصمة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.